بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحول الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم أجمل تحية مع انطلاقة شوطنا السابع في تعداد الشواط صباح هذا اليوم، الشوط السابع وهو الخاص بالإذاعة الجعدان المحليات الأصايل المملوكة لأبناء القبائل في مسافة ورحلة 6 كيلومترات. ينطلق هذا الشوط بحفظ من الله وتوفيق مشاهدينا متابعينا الكرام. نسير بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، وأرى هناك معلن، أرى معلن من أعلن التحدي منذ البداية. انطلق بناموس هذا الشوط والشعار حمد بن نوار بن دخيل الله العتيبي من قاد المجموعة منذ البداية. ننطلق مع المركز الثاني، نتابع التحديات لسراب لحمد بن خويتم بن بخيت العامري مع المركز الثاني والثالث. التحديات رهني شاهين محمد بن حميد بن حمد الدرعي، بينما اذا انطلقنا مع المركز الرابع بأرى التحديات من السيف لعلي بن حمد بن حسين الجرحب، ياتي رابعا وخامس المراكز القدوم من مياح لمحمد بن احمد بن عبيدة السويدي، ومع المركز السادس، المركز السادس مياس سلطان بن حميد بن كديدة في متابعة وانطلاقة مياس، مع المركز السادس سابعا من الجانب الاخر، من الجانب الاخر ارى هناك ظبيان راشد بن سعيد بالغفرية في متابعة وانطلاق الظبيان، مع المركز الثامن. نتابع تاسع التحديات والقدوم من شاهين لحمد بن محمد بن سهيل العامري، من ينطلق مع المركز التاسع وعاشر. التحديات المركز العاشر مشاهدينا متابعينا الكرام، صغان لحمد بن ناصر المري متابعا لانطلاقة صغان مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندانا الأول للعشر المراكز الأولى، ولكن نعود مع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة ومعلن على الصدارة، معلن على مقدمة هذا الشوط، يعلن التحدي منذ البداية وهو جدير بهذا الإعلان مع هذا الانطلاق المتميز. حمد بن نوار بن دخيل الله العتيبي متابعا لانطلاقة معلن، وهو ينطلق بناموس هذا الشوط. نتابع المركز الثاني، نتابع التحديات من سراب لحمد بن خويته بن خيت العامري، من اعلن انطلاقة سراب مع المركز الثاني. ثالث التحديات أرهني شاهين محمد بن حميد بن حمد الدرعي مع المركز الثالث. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام برابع التحديات، كي أرى السيف ينطلق مع المركز الرابع علي بن حمد بن حسين الجرحب في متابعة وانطلاقة السيف مع المركز الرابع. خامس التحديات مياس سلطان بن حميد بن كديدة الفلاسي يتابع انطلاقة مياس مع المركز الخامس. سادسا مشاهدينا متابعين الكرام، ظبيان لراشد بن سعيد بن غافرية الفلاسي، ومع المركز السابع، المركز السابع نتابع ايضا القدوم من مياح لمحمد بن احمد بن عبيد السويدي، من يتابع انطلاقة مياح مع المركز السابع ومع المركز الثامن. المركز الثامن أرهني شاهين لحمد بن محمد بن سهيل العامري، ومع المركز التاسع صغان بالشعار حمد بن ناصر من لغمان المري، ومع المركز العاشر، المركز العاشر نتابع لماح يتدخل في هذه اللحظات مع المركز العاشر سيف بن عبيد بن حميد بن عابد المهيري متابعا لانطلاقة لماح مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندانا الثاني، جولتنا الثانية مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط، ومعلن على الصدارة، معلن على رأس الحربة، يقود المجموعة منذ البداية، متحكم بزمام هذا الشوط. حمد بن نوار بن دخيل الله العتيبي يحكم القبضة على المقدمة مع انطلاقة معلن، مع انطلاقة معلن. يا سلام يا سلام يا سلام.
المركز الثاني أرى التحديات في هذه اللحظات والقدوم، القدوم من شاهين محمد بن حميد بن حمد الدرعي ينطلق مع المركز الثاني، ثالث التحديات نتابع التسلل، نتابع التسلل من مياس لسلطان بن حميد بالكديد الفلاسي ينطلق مع المركز الثالث، رابعا من الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرى هناك سراب لحمد بن خويته بن خيد العامري، والقدوم القدوم للسيف علي بن حمد بن حسين الجرح بن ينطلق مع المركز الخامس، مع الكوكب الخماسية، مع الكوكب الخماسية، ومعلن على الصدارة، معلن على المقدمة منذ البداية، منذ البداية يقود المجموعة، ينفرد بناموس هذا الشوط بدون أي تعليمات، بدون أي أوامر حتى هذه اللحظات. يا سلام، الأداء متميز، العرض رائع، ومعلن على الصدارة بشعار حمد بن نوار بالدخيل الله العتيبي قادم من ميدان الشحانية للمشاركة بهذه التحديات الجميلة. المركز الثاني، المركز الثاني شاهين محمد بن حميد بن حمد الدرعي ياتي ثانيا، وعين على الصدارة، عين على مقدمة هذا الشوط. بدأ يقلص، بدأ يقلص المسافة ما بينه وما بين معلن، بدأ ينضم في هذه اللحظات مع الصدارة، مع المقدمة، ومع المركز الثالث، مع المركز الثالث. نتابع أيضا التحديات، نتابع مياس السلطان بن حميد بالكديد الفلاسي، ومع المركز الرابع من الجانب الآخر السيف، السيف 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 قادم بكل قوة، علي بن حمد بن حسين الجرحب ينطلق مع المركز الثالث، خامس التحديات، نتابع سراب لحمد بن خويتم بن بخيت العامري. يا سلام، التحديات مثيرة، الانطلاقات جميلة، والكوكبة ثنائية، الكوكبة ثنائية، ومعلن على الصدارة، والكيلو المتر الأخير والخطير. يا سلام، بدت الأوامر، بدت الأوامر، طفيف على مقدمة هذا الشوط، ومعلن على الصدارة، معلن على المقدمة، حمد بن نوار بدخيل الله العتيبي، من يتابع، من يتابع انطلاقة معلن. ولكن أرى شاهين، أرى شاهين بدأ ينطلق بالصدارة، والسيف قادم، السيف قادم. يا سلام، يا سلام، يا سلام، التحدي المثير، الانطلاق، الانطلاق الرائع، شاهين على الصدارة، شاهين على المقدمة، محمد بن حميد بن حمد الدرعي متابعا انطلاقة شاهين، السيف مع المركز الثاني، السيف لعلي بن حمد بن حسين بن جرح بالمري، له سجلات حافلة بالإنجازات، ولكن شاهين، شاهين صامد، شاهين صامد على المقدمة، والسيف يتسلل، يتسلل، ينتزع الصدارة بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات، ينطلق من ناموس هذا الشوط. تهانينا، تهانينا مشاهدينا متابعينا الكرام لعلي بن حمد بن حسين بن جرحب على فوز السيف بالمركز الأول، وبدون أي أوامر، بدون أي تعليمات. سلام يا الشحانية، سلام، اسعدت صباحا بهذا الأداء المتميز اللي قدم السيف. المركز الثاني شاهين محمد بن حميد بن حمد الدرعي، المركز الثالث يصل في معلن لحمد بن نوار بن دخيل الله العتيبي، المركز الرابع مياس سلطان بن حميد بن كديد الفلاسي، المركز الخامس تحديات من مياح لمحمد بن احمد بن عبيدة يصل مع المركز الخامس. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام بالتوقيت الزمني 9:37 و6 أجزاء من الثانية. تهانينا لعلي بن حمد بن حسين الجرحب على فوز السيف بالمركز الأول، بينما اللي وصل مع المركز الثاني شاهين لمحمد بن حميد بن حمد الدرعي 9:38.5 من الثانية، بينما اللي وصل مع المركز الثالث معلن يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9:40 جزئين من الثانية. تهانينا لحمد بن نوار بن دخيل الله العتيبي على فوز معلن بالمركز الثالث.